حمدا لله الذي يقودنا في موكبي نصرته في المسيح لنغني حمدا لله الذي يقودنا في موكبي نصرته في المسيح ويظهر بنا ما يعرف به ويمجد ابنه يسوع المسيح وبقوة الروح القدس يعلن مجد المسيح وبقوة الروح القدس يعلن مجد المسيح أحبائنا أهلا بيكم بنرحب بيكم في برنامجكم اشفيني النهاردة حلقة جديدة بعنوان مواعيد عهد الشفاء. احنا عندنا كتاب مليان مواعيد، كتاب المقدس فيه اكتر من 7000 موعد لينا، مش كلهم عن الشفاء لكن كتير جدا منهم بيتكلم عن الشفاء. لكن النهاردة عايزين نكتشف مش بس المواعيد ديت، لكن عايزين نكتشف قد ايه المواعيد دي مواعيد حقيقية. الفرق ما بين واحد بيتشفي واحد ما بيتشفيش ان واحد بيمسك الوعد ده ومش بس بيجي يقول انا بؤمن بالوعد لكن بيصدق الوعد ده، الوعد ده بيتحول حقيقة في حياته وبيعيش بيه لغاية ما الوعد ده بيبقى او الشفاء بتاع الانسان ده بيظهر. لكن واحد تاني بيقول انا عارف، والكتاب المقدس بيبقى زي ما هو ما بيتفتحش. النهاردة احنا عايزين نكتشف قوة المواعيد ديت، اني عايزين نيجي ونشوف مين اللي كتب المواعيد دي، اللي كتبها ملتزم بانه يحققها. وانا النهاردة لما باجي ادرك دوت ما بجيش وابص على الموقف اللي انا فيه وصعوبة الموقف اللي انا فيها، لكن باجي النهاردة بقول انا ليا اله امين كتب ليا كتاب مليان مواعيد وبتمسك بالوعد ده لغاية ما الوعد ده يبقى حقيقة. مينا أهلا بيك. أهلا بيك يا فون وأهلا بيكم أحبائنا في كل مكان. مواعيد وعهد الشفاء، مواعيد الله وعهود الشفاء التي لنا في المسيح يسوع. النهاردة بنتكلم مش عن أشياء لسه هتحصل ولكن عن عهد تم في المسيح يسوع ولكل إنسان النهاردة في المسيح يسوع أيضا. فالنهاردة لينا مواعيد صادقة وأمينة، لينا في هو في المسيح يسوع النعم والأمين، لينا إن لا تسقط من كلامه حرف ولا كلمة واحدة. العالم كله والسماء والأرض تزول ولكن كلام الرب المحيي الروح القدس الذي معنا وماكث معنا ويشفينا ويتلامس معنا حتى من خلال الحلقة النهاردة ومن خلال الكلام اللي احنا هنتكلم فيه، وان الرب يفتح الأذهان النهاردة والقلوب أيضا انها ما نكونش بس سامعة ولكن عاملة، متمسكين مسكين فيه في هد بثوبه وفي مواعيده، ونقول له يا رب احنا انت قلت وعلى كلمتك يا رب ألقي الشبكة بتاعتي، على كلمتك يا رب أنا هستقبل الشفاء بتاعي، على كلمتك ومواعيدك الصادقة والأمينة يا رب التي لا تتغير، لأن أنت مش إنسان ولا ابن إنسان لكي تكذب أو تندم على كلمة أنت قلتها، ولكن أنت قلت يا رب إن أنا ساهر على كلمتي لأجريها، أنا الساهر على عهدي، أنا اللي عملت العهد بكل ما فيه واسترديت كل شيء في المسيح يسوع. فالنهاردة دي الأخبار السارة التي لنا في المسيح، دي الأخبار السارة اللي احنا من أجلها بنيجي ونقول له أشكرك لأنك أتممت عهد الشفاء، أشكرك إن احنا ليس كعهد موسى في الناموس، ليس علينا لعنة، ليس علينا شروط، ولكن لنا فداء كامل شامل يسترد أرواحنا وأنفسنا وأجسادنا أيضا. لو أنت مصدق في إله المعجزات، لو أنت مصدق في إلهنا إله الشفاء، قول له النهاردة أنا محتاجك تيجي بروحك القدوس تتلامس معايا فأنال شفائي وأتغير، أعرفك والحق بتاعك يحررني، فما يكونش عليا ناموس أو ذهن ناموسي أو أفكار ناموسية أو أفكار، لأن أنا مين فينا النهاردة بيقدر يقف أمام الله ويقول له يا رب أنا أتممت الناموس كامل ولذلك أستحق يا رب الشفاء. ولو محدش فينا قادر فعلا أنه
يكمل الناموس، وده طبعا معروف ان مفيش حد فينا هيقدر يكمل الوصية، فاحنا محتاجين نعمته، محتاجين شفائه المجاني المقدم. ودي الاخبار السارة، ان في عهد ومواعيد الشفاء المقدم لينا في المسيح يسوع لينا عمل مجاني، ان احنا بنستقبل ده بالايمان النهاردة. فما بيكونش انا باجي اتكلم عن مواعيد عهد الشفاء وفكري لسه في العهد القديم، وفكري طب لو ربنا مش عايز، طب فكري اكتر من كده لو ربنا هو اللي اداني المرض، فكري اكتر من كده لو المرض ده كويس ليا عشان اقرب من ربنا. هل الخطية كويسة ليا عشان اقرب من ربنا؟ واحنا بنقول من مشتقات الخطية هو المرض والموت واللعنة، والمسيح افتدانا من لعنة الناموس وصار لعنة لأجلنا من أجلنا لكي نكون إحنا بر الله فيه. فالنهاردة لينا الأخبار السارة، وده سر المسيحية وسر الإيمان المقدس النهاردة المقدم لكل إنسان. لو أنت بتسمعني وبتقول أنا مش مسيحي، عايز أقول لك هو يريد أن يتلامس معك، يريد أن يشفيك ذهنيا. النهاردة ناس بتتفرج بتقول أنا متألم جدا، أنا نفسيتي محطمة، أنا فقدت أشياء، فقدت أشخاص، فقدت بيوت، أو عايز أقول لك ما يجيش أي حاجة جنب لمسة شافية من الرب الروح إلهنا الروح القدس. أمين أمين. إحنا عندنا مواعيد كتيرة قوي. أيوة. مينا يعني احنا لسه قلنا في بداية الحلقة 7000 موعد. أيوة. عندنا موعد أنا الرب شافيك. أيوة. ادعوني في وسط الضيق أنقذك فتمجدني. أمين. إن طلبتم شيئا باسمي إياه أفعله. كل دي عندنا مواعيد كتابية، لكن عايزين ندرك حاجة أحبائنا في أول الحلقة، إن المواعيد دي مكتوبة بضمان الله. فعلا. يعني إيه بضمان الله؟ يعني أنا النهاردة ممكن أجي أكتب شيك، أنا اللي كاتب الشيك، الشيك ده بضماني أنا، يعني أنا اللي اسمي على الشيك. ممكن يكون في رصيد وممكن ما يكونش في رصيد. يعني ممكن اللي أنا اديته الشيك ده يروح يصرف الشيك ما يلاقيش فيه أساسا رصيد. لكن في حاجة تانية أنا ممكن أعملها، أنا ممكن أودي الفلوس البنك وخلي الشيك ده يطلع باسم البنك، فده بيبقى اسمه بنك تشيك، يعني بضمان البنك. أيوه. ده الشيك ده بيبقى اعظم بكتير من الشيك اللي اسمي انا عليه. ليه؟ ايه الفرق؟ لان الشيك التاني ده بضمان البنك. ليه انا بقول كده النهارده؟ لان النهارده الكلام ده مش بضمان يوسف ولا موسى ولا ايليا. ده مش بضمان اللي كتبه، لكن النهارده ده بضمان ربنا نفسه. اللي رصيده ما بيتغيرش. اللي رصيده ما بيتغيرش. مدفوع بالكامل. بالظبط. فأنا عايزة إن احنا ننقل فكرنا إن المواعيد دي ده مش برصيد موسى من 3000 سنة ولا 2000 سنة ولا واحد كان ولا داوود مثلا كان قاعد تعبان فكتب الكلام ده، ممكن يبقى فيه موعد ولا أنا ده مكتوب مين النهاردة ضامن الكلام ده؟ وإحنا هنشوف النهاردة إن المواعيد دي ليها ضمان في الوعد، ليها ضمان في الوقت، ليها ضمان في المكان. فأنا لما أجي أدرك الكلام ده إيه اللي يحصل؟ اللي يحصل إني أنا فكري بيتنقل يا مينا، بيحصل ليا نقلة إني لأ ده مش كلام اتكتب من 2000 سنة، ده الكلام ده مكتوب ليا أنا النهاردة. زي بالظبط كان واحد بيحكي عن قصة عن واحدة أرملة بعد ما جوزها مات قعدت في مكان فقير جدا، معاها ملف فيه كل حاجة عن حياة جوزها وقاعدة في الأوضة الفقيرة دي، ففي واحد بيقولها تعالي عايز الملف ده فيه، قالت له ده فيه كل حاجة عن حياة جوزي، شهادة جوزي واتعلم فين وكل حاجة، كل شهادة خدها في الملف ده. قالها طب وريني الملف ده فيه ايه. فابتدى يراجع الملف لقي فعلا فيه كل حاجة عن حياة جوزها، لكن كمان لقي فيه شيك جوزها سايبه لها، ده الورث بتاعها، لكن هي مش عارفه، فهي حطاه في الملف ده ومخلياه جنبها، لكن لا هي عارفه اللي ليها ولا عارفه ازاي تيجي وتصرف الشيك ولا عارفه اي حاجه. أي. فقال لها ماما انت عارفه ايه ده؟ قالت له لا شهاده من شهاده جوزي. قال لها لا ده مش شهاده من شهاده جوزك، ده ميراثك اللي انت بتشوفيه على ورقه، لكن انت اللي انت ليكي تصرفيه. فالنهاردة يا مينا بالنسبة لناس كتيرة جدا تصلي لهم تقول لهم أنا بصلي لك، أنت حاسس إيه؟ جسمك في أي ألم بيتحرك من جسمك؟ فممكن يبقى ما فيش حاجة بتحصل في الوقت ده، يقولك إيه؟ أنا مؤمنة أن الرب صالح. أنا ما سألتكيش أنت مؤمنة بإيه؟ أنت ليه بتقولي أنت مؤمنة بإيه؟ مواعيد الله لينا أكن هي إيه؟ يعني لازم أنا أؤمن بيها.
أيوة. لكن الفكرة النهاردة مش إيمان، الفكرة لو إحنا بنؤمن ده حقيقة يبقى لازم الشفاء يحصل في جسمي، وده الفرق ما بين واحد بالنسبة له مواعيد. أيوة. حلو. ومواعيد عايزين نقول بتشجع. مش موعد يعني في وقت أو في زمن مقبل. فهو مواعيد ووعد، ويمكن ما يبقاش مفهوم قوي عند البعض إن في وعد، والوعد ده مش لمستقبل، ده الوعد ده تم في المسيح. يس. ففي وعد تم في المسيح، وقال إن أنا الرب الشافي ده من آلاف السنين، ولكن قال قد أكمل في الصليب. والبعض مننا دلوقتي هعيد الجمعة العظيمة الأسبوع ده وهيقف ويفتكر كم ذاق الموت من أجلي ومن أجلك. ليه؟ عشان يسترد ما سلب من آدم وذريته كلها. فالنهاردة آدم الأخير، الرب الروح، الروح المحيي، إن النهاردة تجسد في ملء الزمان، مولود من امرأة تحت الناموس لكي يفتدي الذين هم تحت الناموس. عشان إيه اللي يحصل؟ إيه اللي هيحصل لما افتدى الناموس؟ لأن دي مش طبيعة الله. عهود الله ما كانش أصلا عايز يدينا نعيش بالناموس معاه، كان عايز يكون عهد الإيمان والتبرير بالإيمان، عهد إبراهيم. عشان كده هو لقب نفسه وقال لليهود وقال لكل الكتبة والفريسيين قبل إبراهيم أنا، لو أنتم أمنتم إبراهيم لكنتم أمنتم بي أيضا، ولكن لأن إحنا ليفتدي الذين هم تحت الناموس لكي ننال إيه؟ التبني. عشان كده يبقى لينا الكلام اللي بقوله ده من غلاطية 3، عشان يبقى لينا التبني البنوية، عشان نصرخ بابا الآب الذي في السماء كذلك يكون على الأرض. لأن مشيئتك يا رب إن أنت عايز تحررنا، مشيئتك يا رب إن أنت عايز تخلصنا، يا رب مشيئتك إنك عايز تشفينا أيضا. عشان كده يكمل بولس الرسول يقول لهم في غلاطية 3 يقول لهم إذ لست بعد عبدا لأنك نلت التبني. أنت وأنتي، أنتي مش عبد، أنتي العبد لا يعلم ما يكون لإيه لسيده، ما يفعل سيده، ولكن الابن يعلم لأن في علاقة. فيقول كده وإن كنت ابنا فوارثا لله بالمسيح. yes. وهي دي المواريث اللي احنا بنقول عليها، عشان في وعود صادقة وأمينة. فالذي وعد هو صادق، والذي وعد هو بضمان دمه، بضمان ذبيحته اللي كلمنا عنها الأسبوع اللي فات، وقلنا ذبيحة أبدية واحدة وحيدة تكمل لكل المكملين، كل إنسان في المسيح يسوع. فهو الذي قدم الذبيحة من أجلي ومن أجلك. هو مش مستني النهاردة إن أنت تقدم ذبيحة عن نفسك، لأن هو قدم لله الآب بالنيابة عني وعنك كرئيس كهنة الخيرات العتيدة، دخل إلى قدس الأقداس عشان ننال رحمة وعون، ونجد فعلا العون ده اللي احنا نيجي بثقة وقدوم أمام الله الآب ونقول له يا رب مش عن استحقاق، مش عشان أنا في أي شيء، ولكن عشان اللي اتحدت بيه يسوع المسيح الذي أتمم لينا وتمم أكمل كل النبوات. يعني إيه؟ يعني أتمم كل الوعود. أيوة أمين. وإحنا مينا زي ما أنت قلت إحنا داخلين على الجمعة العظيمة، يمكن في واحد خادم قال حاجة عجبتني جدا، قال إن المرض إن المسيح مات من أجل الخطية، والخطية لما دخلت إلى العالم أدخلت معاها الموت واجتاز الموت إلى جميع الناس. طيب إيه المرض؟ إيه تعريف المرض؟ المرض بيكون موت محدود، يعني جزء طريقة تانية الإنسان بيموت بيها. فلو المسيح دفع على عود الصليب تمن الخطية، فالمسيح على عود الصليب دفع ثمن المرض. لكن للأسف مين قال حاجة جميلة جدا، قال ان في فرق ما بين، يعني احنا بناخد التبني في المسيح يسوع، في فرق كبير قوي ان العبد ما بيورث، الابن بيورث. النهاردة احنا بنتكلم للبنين، للبنين اللي هم بيقولوا ان انا ابن او انا ابنة وانا حاطط المواعيد دي وبنام عليها.
لا ومش كفايه ان انا اقول انا مصدقها. يعني النهارده ناس كتير كله مصدق اسكان الشياطين يعني بتؤمن وتقشعر، فده مش حاجه زياده، لكن اني انا اخد خطوه. احنا لما بنشوف نزفه الدم عملت ايه؟ خدت خطوه. بارتيماوس الاعمى عمل ايه؟ قام وصرخ واخد خطوه. قائد المئة عمل ايه؟ اخد خطوة. المرأة اللي هي الفينيقية عملت ايه؟ اخدت خطوة. لدرجة اني يعني ناس كتير، هل المسيح شفى كل المرضى اللي تقابل معهم؟ لا طبعا. طيب ايه اللي حصل؟ في ناس مش بس صدقوا كلام الله، لو انا مصدقة كلام الله انا بقوم وباخد خطوة. لكن النهاردة احنا بنتكلم على مواعيد موجودة في الكتاب المقدس بنقراها. وعارف يا مينا ايه اخطر مواعيد؟ المواعيد اللي احنا حافظينها من واحنا صغيرين. هي دي اخطر المواعيد. يعني واحد مرة كان بيتكلم على مزمور 23، الرب رعية فلا يعوزني شيء، قال المزمور ده غير حياتي، لاني كان في ضيقة وكان في احتياج رهيب، وكل يوم كان يقوم ويقول ايه؟ الرب رعية فلا يعوزني شيء، الرب رعية. فابتدى يدرك ان ده مش مزمور انا بقوله في صلاة من صلواتي، دي حقيقة. ولما انا النهاردة بستقبلها وانا بآمن بيها وانا باخد خطوة، في حاجة بتحصل. فالنهاردة احنا احبائنا هنبتدي نبص على بعد الاختبار طبعا على مواعيد الله، وهنبتدي كل موعد ناخد منه جزء على اساس ان احنا في نهاية الحلقة نوصل اني يعني المواعيد دي تبقى لينا. انا فاكرة مينا في فيلم مسيحي بالانجليزي اتفرجنا على اسمه War Room، اللي هو أوضة الحرب، غرفة الحرب. وبيتكلم عن واحدة كانت بتمر بظروف صعبة، ويعني وصل لها الخبر ان لا لازم تصلي، وعرفت ان الصلاة ده warfare يعني حرب روحية. فعملت أوضة صغيرة ودخلت جوه الأوضة ديت وابتدت تحارب او تصلي، بس بطريقة حرب جامدة جدا ضد مملكة إبليس. عملت ايه؟ كتبت مواعيد الله على الحيطة بتاعت الأوضة دي. فابتدت تدخل الأوضة كل يوم وابتدت تحارب بكلمة مكتوب، زي بالظبط المسيح ما عمل في جبل التجربة لما إبليس يقول له إن كنت يقول له مكتوب. فكلمة مكتوب دي النهاردة إحنا عايزين ندرك إن كلمة الله سهم ذو حدين. كلمة الله بتدخل إلى مفارق النفس، بتغير الإنسان، بتغير فكري أنا، بتديني أنا فكر المسيح. فأنا بعمل إيه؟ ما جيش أقول الرب رعية، ده آية ده جميلة أو ده مزمور ده، لأ، ده أنا باجي أخد الآية دي بحفظها بكتبها بقولها لدرجة إن الكلمة تصير جسد. يعني الكلمة اللي أنا بقولها دي تبتدي تبقى جزء مني، تغير طريقة فكري. مهما كانت الظروف اللي أنا بمر بيها صعبة والتقارير صعبة وكل حاجة قدامي مخيفة، لكن النهاردة أنا باجي زي داود وأقول إن سقط حوالي 1000، لو سقط حوالي 10,000، 100,000، لكن أنا حالتي مختلفة لأني أنا في علاقة مختلفة مع إله أمين قال لن أتركك ولن أهملك. أمين. عشان كده بولس الرسول يكمل يقول لهم لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بيسوع المسيح. النهاردة هو ده اللي بيفرق. هناخد الاختبار بتاعنا دلوقتي، ولكن هو ده اللي بيفرق. هل أنا ابن فعلا؟ هل أنا ابنة فعلا؟ هل أنا عايشة هذه الحياة، ولا بقتصر حياتي الروحية على مروح الكنيسة أو الاجتماعات أو وحياتي سلبية تماما ليس لها أي تأثير؟ يسوع المسيح له كل المجد قال من ثمارهم تعرفونهم. إن النهاردة التلميذ قال يعرفون أنكم تلاميذي إيه؟ لأنكم تأتون بثمر كثير. هو ده اللي كلمهم عنه في يوحنا 15 وقال لهم إن الكرمة أنتوا هيعرفوا إزاي أنكم تلاميذي. يا جماعة ما ينفعش، أنت ممكن تخدع ناس، ممكن تخدع حتى في الاجتماع في الكنيسة بتاعتك، تقول أنا إنسان مسيحي وبروح أتناول وبروح الاجتماعات وبروح أصلي وبروح أرنم وبروح. عايز أقول لك أيوة، بس الاختبار الحقيقي لإيمانك هو الثمر. ويسوع كمان ما قالش الثمر بس، قال ثمر كثير. فالنهاردة ده المتاح لينا. متاح لينا ازاي؟ بالإيمان. إيمان بمين؟ بابن الله. ابن الله مين؟ يسوع. يسوع دفع ثمن ايه؟ شفاية وتحريري وخلاصي. تعالوا نشوف الاختبار. أتمنى أن يكون ده اختبارك أنت. ابقوا معنا. وبقوة الروح القدس يعلن مجدي مسيح.
Dorinda Lowe never saw it coming. A semi-truck ran the red light and plowed over the top of her car. شاحنة كبيرة جدا تراك نصف العربية اللي هي كانت فيها وتقريبا يعني دمر العربية زي ما احنا شايفين تماما. بتاع الإسعاف بيقول ان كان الذراعين بتاعها مكسورة والساق بتاعها مكسور وكان في كسور كتيرة جدا. كانت العربية مدمرة وإصابات داخلية واضح عليها وكانت الحالة يعني حالة حرجة جدا وكانت مهددة طبعا ان هي تبقى على مدى قيد الحياة او لا. قعدوا يسعفوا فيها حوالي 45 دقيقة وفي الاخر ودوها المستشفى. الدكتور المعالج بيقول انها كانت في حالة خطرة جدا، نزفت كتير جدا وكان كسور خطيرة وكتيرة جدا في جسدها. كانت الاصابات والجروح بطريقة غير عادية وجروح سطحية وجروح داخلية ايضا. كان الاعضاء بتاعتها الطحال والكبد تمزق واضح ان فيه بليدنج جامد جدا. قعدت اسبوعين في الانعاش وحاولوا عملوا لها 7 عمليات وكانت في غيبوبة تامة والأطباء أقروا كده إن صعب جدا إن هي يعني تكمل حياتها إن هي ما كانتش مؤمنة. بتقول أنا ما كنتش مؤمنة ولكن أنا بتذكر إن أنا وقفت أمام الله عرفته إزاي. بتقول مش عارفة ولكن كان الله بيحتضنني بذراعي أنا ما شفتوش ولكن كان في سلم كبير جدا وكنت حاسة ان انا طفلة صغيرة وسمعت صوته ان هو بينادي عليا وبيحتضني وكان حاجة ان انا حسيت ان انا في امان وبخير وعلمت ان الله موجود ولكن انا كنتش بؤمن بيه. بصيت كده وحسيت ان هو فعلا شايلني على ذراعي وكنت بحاجة الى ذلك جامد جدا وطلبت في تلك اللحظة انه يسامحني ويغفر لي الخطية بتاعتي. بعد كده ابتدت تتعافى ولكن كان المشوار طويل جدا. قعدت 3 شهور في البيت ما كانش قادر اتحرك. كانت بتحرك على نقالة. ابتدت المعالجون الطبيعيون ان هم بيجوا ويعالجوا في المنزل يدوها علاج طبيعي. بقت بتحاول بالمشاية وبعد في اليوم 24 من الشهر نفسه ابتدت تتحرك وابتدت تتحرك لوحدها وما كانتش مصدقة ان هي ابتدت تتحرك بعد ما كانت في غيبوبة كاملة. ابتدت فعلا انها تتعافى تدريجيا وابتدت تستخدم ذراعاتها الاثنين وخاصة الذراع الايمن كان مكسر تماما ما كانش في اي امل ان هي تقدر تستخدمه. تقول يعني الطبيب بيقول ان كتير جدا لما بنشوف اشخاص في الحالة دي عظام مفاصل احشاء الجلطة اللي بتحصل ان صعب جدا ان هم يرجعوا ويبقوا على قيد الحياة. صعب جدا ان هم يتعافوا وان هم يعيشوا حياة طبيعية بعد كده. ولكن هي بتقول انا بشكر الله ان اداني فرصة تانية الى الحياة. سمعت ان هو عنه ولكن انا عرفت ان هو موجود لما شفته في الغيبوبة اللي كنت فيها. حصلت فعلا على فرصة تانية وان انا ما متش وان انا سلمت حياتي لي وان انا مؤمنة انه غفر كل خطيئتي. انسان ممكن تكون راجع من الشغل رايحة مشوار بتعمل في حياتها الطبيعية جدا في السيارة بتاعتها ولكن يجي تراك كبير شاحنة كبيرة تيجي تشيلها زي ما بنقول بالتعبير الدارج كده ان حياتها تنتهي في لحظة حياتها كلها تتغير. اوعى تستبعد ابدا. انا مش بقول يعني يحصل حوادث ولا شيء ولكن اوعى تستبعد ابدا ان حياة الانسان زي ما الكتاب بيقول تظهر قليلا جدا يعني زي البخار كده بيظهر قليل وبعدين ما بتعرفش هو فين. ولكن اللي بيثبت ايه مواعيد الله. أيوة. اللي بيتغير ممكن الواقع بتاعنا الحقيقة بتاعتنا ولكن حقيقة الله عمرها ما بتتغير. أمين. لان كلامه صادق وامين مواعيده صادقة وامينة. ايه رأيك؟ أمين. في الاختبار. أمين.
جميل جدا يا مينا. والحاجه الجميله قوي ان احنا كتير بنيجي نحكم على الناس يعني. أيوة. بنيجي نقول ايه بس دي ما كانتش مسيحيه مؤمنه. أيوة. قبل كده طيب دي اكيد طبعا راحه جهنم على طول. لكن يعني احنا قد ايه اتعلمنا في الايام ديت ان احنا يعني ربنا ما دعناش ان احنا نكون قضاء، لكن دعانا ان احنا نحب الناس وان احنا نتكلم عن الرجاء اللي فينا. لان حتى وهي على سرير الموت أيوة. كانت بتوب وتقول بتتكلم مع ربنا. فانا يعني ما بعرفش ممكن في اخر لحظه الانسان ده يقول له يا رب سامحني انا محتاج لك، وربنا قد ايه بيقبله. فجميل جدا كمان ان حتى الدكتور شاف التغيير، مامتها أيوة. بتصلي لها. فبنشوف احبائنا النهارده ان حتى اسلوب الشفاء مش موضوع ساحر، يعني مش موضوع يعني طبعا ربنا ممكن يتداخل في ثانيه وتقوم وتمشي، لكن كمان في طرق كتيره جدا، كتير قوي بيبقى ناس بيصلوا، كتير قوي بتبقى هي نفسها بتبتدي تصلي. الفكره ان احنا مش ضد الطب، لكن قد ايه جميل ان الكل النهارده يجي ويشتغل مع بعض. طبعا الفكره كلها ان الانسانه دي تقوم وتمشي وتمارس حياتها، والنهارده هي شعره بحضور الله، شعره بمحبه الله ومكمله. يمكن هي دي المعجزه قبل اي حاجه. والمعجزه بتحصل مش شرط ان لازم تحصل لما اكون انا في موقف يعني بين الحياه والموت. yes. يعني يمكن ربنا النهارده مديني برنامج زي ده عشان اسمع الكلمه دي، والكلمه دي تاتي بثمر وتعمل في حياتي، واخد الكلام ده ان النهارده ما يكونش مثلا لا ما الدنيا ماشيه كويس، الاولاد كويسين والاسره كويسه والشغل كويس وانا في دوامه الحياه والدنيا ماشيه فكويس، يعني خليها زي ما هي. لا، ربنا النهاردة مش بيسمعك كلمته عشان تتجاهلها، ولكن النهاردة بيسمعك كلمته عشان تأكلها. فتكون ليك إيه؟ ثمر حياة. فتكون ليك إيه؟ شفاء في النفس والروح والجسد. إن النهاردة كلمة الرب بتخش وبتخلق حاجة جديدة فيك، فما تستناش، ما تبقاش مشاهد بس، ولكن تكون عامل أيضا. النهاردة بنتكلم عن مواعيد الله، إن مواعيد الله زي ما يفون قالت في أول الحلقة أكتر من 7000 وعد في الكتاب المقدس لأشياء مختلفة، من أكثرها عن طبيعة الله. يعني الوعد بيعلن إيه؟ الوعد بيعلن إن الرب شافي، إن إلهنا قدير، إن إلهنا ضابط الكل، إن إلهنا هو رئيس الحياة، لأن هو خالق كل شيء، لأن هو الألف والياء، لأن هو لا يسقط من كلامه أي شيء. فالنهاردة لما بنيجي نقرأ الكتاب، عشان كده بنقول الكلمة والروح، ما ينفعش أبدا أبقى أنا إنسان روحي، أو مثلا أقول أنا ممتلئ من الروح القدس وأنا بتكلم بألسنة، أو أنا ليا مواهب أو وليس ليا شركة بالكلمة. أيوة. أو العكس، إن أنا أقول أنا قارئ يعني جيد جدا الكلمة وعارف الآيات وعارف التواريخ وعارف الأسفار وعارف الكتب، ولكن ليس لي شركة. أيوة. بالرب الروح. ولكن الكلمة والروح، الكلمة والروح هم دول اللي بينميان الإنسان لمعرفة حقيقية. فبعرف الكلمة وارتكز على إرشاد روح الله، دي حاجة مهمة جدا عشان يستعلن إلى قلبي مواعيد الله الصادقة والأمينة. والنهاردة بنتكلم إن إحنا مش تحت الناموس، ما ينفعش أبدا إنسان مسيحي مؤمن بعهد جديد مغسول بدم المسيح مبرر بالإيمان إنه يجي يقول للرب يا رب أنا بشكرك ولكن أنا مش عارف موضوع الشفاء ده، هل أنت عايز ولا مش عايز؟ هل أنت يا رب عايز فعلا تشفيني النهاردة ولا لا؟ أقول لك تعالى افتح الكلمة، تعالى اسمع البرامج المختلفة عن الشفاء، تعالى قول له يا رب تعالى اعلن لي مدى حبك وفدائك على الصليب، على أن وأنا بمر في عيد القيامة أن أنا أفهم يعني إيه صلب ومات وقبر وقام، يعني ايه ان المسيح عمل كل الاشياء دي من اجلي، والعهد بتاعه ابدي وازلي ايضا. امين امين. عشان كده احنا مينا بنتكلم عن المواعيد، هنشوف كم وعد وبعد كده هنخش في قوة الوعد. المواعيد مش للعبيد بس للبنين، فدي حاجة احنا عايزين نوضحها في اول الحلقة. يعني المسيح قال لهم ان انا ما بدعوكوش عبيد، لكن انا بدعوكم احباء. ليه؟ لأنهم العبد ما بيعرفش حاجة عن سيده، لكني أنا قد أخبرتكم بكل ما سمعتم. ففي مزمور 119 وعدد 2، المزمور ده احنا عارفين انه مزمور طويل أطول جدا مزمور. أيوة. أطول مزمور في الكتاب المقدس. في آية جميلة جدا بتقول كده: طوبى
لحافظي شهاداته من كل قلوبهم يطلبونه. يعني العهد دوت يا جماعة مش لأي حد، لإنسان، يعني إن إحنا نحفظ العهود دي. العهود دي عهود علشان تتحفظ، لكن يقول كده من كل قلوبهم يطلبونه. يعني الحد بيطلب ربنا مش من ربع قلبه ولا من نص قلبه ولا من جزء من قلبه، ولا بيطلب ربنا بس في وقت الضيق، ولا بيطلب ربنا بس في وقت الشدة، لكن بيطلب ربنا من كل قلبه في كل الوقت. فبيبقى في علاقة متصلة بينه وبين ربنا، فبيبقى عارف يعني طبيعة ربنا. أنا كنت لسه مينا بتكلم مع واحدة وكنت بصلي لها من يومين، وأول كلمة قالتها لي، حياتها كلها متدمرة بس قالت لي كده، قالت لي أنا مسيحية مخلصة وطول عمري أنا I am saved، أنا طول عمري مسيحية. فقلت لها يعني هل أنت بتعتبري أن ربنا صديق ليك؟ قالت لي آه طبعا. فقلت لها طب أنهي نوع من الصداقة؟ النهاردة الصداقة مختلفة. ففي مثلا صداقة الفيسبوك، حد أنا معرفوش، أيوه، يدوب بس بيتفرج على صوري، أنا بتفرج على صوره، وأكتر يعني علاقة بالشخص ده أن أنا أديله لايك، ده أكتر، ده أكتر حاجة. لكن في ناس تاني في حياتي قريبين مني جدا، عارفين إيفون بتمر بإيه، عارفين إيفون بتفكر إزاي، عارفين إيفون بتخدم إزاي، عارفيني. فالعلاقة اللي بينك وبين المسيح تبقى زي إيه؟ فضحكت قالت لي يعني أقل من الفيسبوك. فالنهاردة ناس كتيرة قوي أنت تدعو نفسك مسيحي، أيوه، أنت يعني، وأنا قلت لها المسيحية مش بادج، مش حاجة أنا بلبسها، ولكن المسيحية علاقة حية بإله حي. فالنهاردة داود بيتكلم لربنا بيقول له يا بخت اللي حافظ مواعيدك، يا بخت اللي حافظه، يا بخت اللي بيجي وبيطلبك من كل قلبه، من كل فكره، من كل نفسه. عشان كده مينا لما جه قالوا للمسيح ايه اعظم وصيتين، فقال لهم حب الرب الهك من كل فكرك وكل قلبك وكل نفسك وكل طرقك. هي دي ده اللي النهارده ربنا بيطلبه. أيوه، هي دي الناس النهارده اللي المواعيد دي ليها. المواعيد دي مش يعني عارف مش مفتوحه للكل، دي لحد فعلا بالكامل بيطلب ربنا من كل قلبه. هيحفظ شهادته، يحفظ شهادته، مش يعني ان هو يقولها زي البغبغان انه يكررها باطلا. ده المسيح انتقد الكتب والفريسيين ان هم بيكرروا الكلام ويطيلوا الصلاة ويقعدوا يكرروا نفس الكلام وعلى الفاضي والمليان من غير اي ثمر. ان واحد حفظ حاجات معينة او مقاطع معينة او صلوات معينة وعمال بس يكررها، عمال يكررها. طيب هل الصلاة ده تفاعلت معاه؟ هل فعلا كان سبب ان انت تواصلت معاه؟ هل كان في تغيير في حياتك؟ هل كان في ثمر في حياتك؟ هل كان في اي شيء يدل ان انت فعلا تلميذ للرب؟ فيقول طوبى، يعني يا بخت الانسان اللي يحفظ شهاداته، مواعيده، عهوده، يعرف عنه بس يعرفه أكتر. أيوة، مش بس يعرف عنه ولكن يعرفه. من كل قلوبهم يطلبونه. هو بيقول اللي طوبى ده، يا بخت الإنسان ده، ليه؟ لأنه طالب ربنا من كل القلب، مش بيجي يقول له يا رب لا أنا عايز أعرفك بالمعرفة اللي أنا عارفها بس، مش عايز بس أعرفك لغاية التعليم اللي وصل لي أو النور اللي وصل لي. لا يا رب، أنا هاجي أنا جعان جدا، أنا عايز أقعد عند قدميك زي ما مريم عملت. انا يا رب عايز اقعد واتعلم منك. انا النهارده مش عايز زي ما قالوا لي زمان ان المرض منك، مش عايز يا رب زي ما قالوا لي زمان ان ده صليبه لازم اشيله. لا يا رب، انا مش عايز يكون زي زمان لما قالوا لي اصل انت زعلان مني فجبت لي المرض فعايز تموتني وتكسر رقبتي وتدمر لي حياتي. لا يا رب، انا عايز اشوف ان انت احببتني اولا، انت قدمت ابنك من اجلي، مش بس لخطاياي ولكن شفاء لجسدي ايضا. وعايز يا رب اعرف طبيعتك واعرفها عن قرب، وعايز يا رب ان انا اتلامس مع حضورك فاتغير الى تلك الصورة عينها. وده مينا يعني كمان جامد قوي. أيوة، وللأسف عشان احنا بنتكلم بصراحة كتير جدا من الناس مش هيبقوا عايزين يدفعوا الثمن ده. أيوة، لان لما انا باجي النهاردة بقول يا جماعة المسيح بيشفي، انا ليا سلطان المسيح، في ناس كتيرة مش هتقبلني. في ناس انا ممكن اكون اتربيت معاها، صليت معاها، أيوة، حبيتها،
لكن مش هيقبلوا الكلام ده. وانا لازم النهارده اخد قرار. اللي عشان كده المسيح قال، يعني انت عارف لما عمل معجزاته الجامع كانوا عايزين يتبعوا، قال لهم حاجه بسيطه قوي، مش هينفع لاني مش هتقدروا، لاني انا تبعيتي بتكلف. أيوة. تبعيتي ليها ثمن. هل انت ودي بتخوف ناس كتير قوي، لان الانسان بيجي عند حد معين ويقول ايه، لا انا مش مستعد اضحي بالمكان اللي انا بصلي فيه، انا مش مستعد اضحي باهلي، انا مش مستعد، لان هلاقي ناس في حياتي بيقولوا لي انت اتجننت، انت مصدق ان انت ممتلئ بالروح القدس، انت مصدق ان انت ايدين المسيح، ولما بتحط ايدك على حد وبتنتهر المرض فالمرض ده بيسيبه، انت اتجننت. بس الجميل قوي اني انا لما حتى بيتقال لي انت اتجننتي انا بفرح جدا. لايه؟ أيوة. لاني قالوا للمسيح ان انت مختل عقليا وبك شيطان وجاي من زنا والكلام ده كله، والمسيح قال لهم، زي ما اتقال عليا هيتقال عليكم، زي ما انا ما كنتش مش مقبول في المكان بتاعي. عشان كده مسيحينا المسيح بيعلم، قالوا له امك واخواتك بره مستنينك، اطلع لهم. من هم؟ قال لهم مين دول؟ مين دول؟ مين اخواتي دول اللي هم واقفين ضدي، واقفين ضد خدمتي ومش بيؤمنوا بايا؟ مين اخواتي دول؟ مين امي ومين اخواتي؟ انتوا مش عارفين مين امي الحقيقيه، مين اخواتي الحقيقيه اللي بيسمع كلامي، الناس الغلابه دول اللي قاعدين ومصدقيني. عشان كده الكلام ده خطر. كلنا عايزين مواعيد الله. أيوة. وكلنا عايزين ربنا يستخدمنا. وناس كتير اتكلموا بيقولك يا انا امتلأت من الروح القدس وتقال عليا مواعيد وتقال عليا نبوات ان انا بقى هغير العالم. أيوة. وعدى بقى 20 سنة وما عملتش حاجة. ليه؟ ده مش عشان ربنا مش امين، ده مش عشان النبوات اللي تقالي مش حقيقية، لا، الكلمة حقيقية والنبوة حقيقية. لكن أنا النهاردة اللي جاي وبقول يا رب أنت عارف بحبك، بس مش الحب بتاع كل قلبي، مش الحب اللي يخليني أن أنا أضحي كل حاجة. أيوة. لا يا رب، وده أنت كمان تبعيتك يعني ممكن تخسر وممكن بتكلف. كمان بتكلف وحروب روحية. أنا رب بحبك بس مش للدرجة. وده يمين قوة بطرس. أيوة. يسوع قال له بطرس أنت بتحبني؟ أيوة. قال له انا بحبك يا رب. قال له لها بس مش للدرجه اللي انا عايزه اوصلك ليها. عشان كده في الاخر خالص قال له يا رب انت عارف كل حاجه. أيوة. وبطرس كان في الوقت ده صادق في محبته لدرجه ان جه قال لهم ده انا مش هتصلب زيه. ده دي تبقى لا، ده انا هتصلب منكس الراس. فعارف يا مينا، المسيح حب لدرجه جنونيه. هل انا النهارده، هو ده السؤال النهارده، كلنا عايزين موعد الله، هل انا النهارده مستعد ان انا اتحط على المسبح؟ هل انا النهارده مستعد احب لدرجه اني ممكن اخسر اخر مليم في جيبي؟ هل انا النهارده مستعد اني انا اخسر طايفتي، ان انا اخسر كنيستي، ان انا اخسر الراعي بتاعي؟ هل انا النهارده عايز ايه؟ النهارده المسيح جاي بيقول انا عايز حد يجي يقول لي ان زي ما انت ضحيت بالسما وضحيت بالمجد وجيت في صوره عبد ومت من اجلي، انا النهارده مستعد اقدم نفسي بكل ما فيا عشان الدعوه والقصد اللي على حياتي يكمل. وفي دي هتلاقي نص الناس جريت. فكرتيني باللينك انت كنت شاركتيني بيه الاسبوع ده، فالناس في الصين مبشرين وقالوا كده للمبشر راح زارهم من امريكا، احنا نتمنى يكون عندنا نهضه ويكون الشعب بتاعنا زي ايه؟ زي امريكا. فلما قعد معاهم والنهضه وشاف هم جايين سايقين ساعات، وبعد كده عرف ان طبعا دي كنايس تحت الارض بيسموها underground churches. yes. الناس دي العشرين راعي دول ربنا مستأمنهم على انفس كتيرة جدا، يمكن 20 مليون واحد صيني. yes. Yes. ولكن لما قعد معهم عرف ان اقل واحد فيهم اتسجن مرتين لمدة 3 سنين، اقل واحد فيهم ده اللي هو يعني يعتبر حياته سهلة، اقل واحد فيهم ما يقدرش بيته بيتفتش على طول، ما يقدرش عايش مهدد، ما يقدرش يوجد عنده نسخة من الكتاب المقدس. تخيلوا كام نسخة عندنا في البيت عليها تراب، كام نسخة عندنا في البيت مواعيد الله. احنا بنتكلم عن موعود الله، احنا ليه بنتكلم بطريقة عامة جدا النهاردة؟ ليه؟ عايزين نوصل قد ايه اهمية وعود الله لحياتنا العملية، مش كلام وعظ وكلام ايات وكلام فلسفة، ولكن كلام حقيقي. النهاردة الراجل ده لما رجع، قبل ما يرجع على طول وقف قال لهم انا انتوا بتطلبوا مني ان يكون في نهضة في امريكا، في امريكا لا في اليابان، في اليابان في الصين، في الصين في الصين زي ما في امريكا.
بس انا عايز اقول لكم حاجه، انا عايز اطلب ان انتوا تصلوا ان يكون في ضيق في امريكا للمؤمنين واضطهاد زي ما هو عندكم في الصين، عشان المؤمنين يكونوا في نفس الجوع ونفس العطش ونفس التضحية ونفس التمسك بوعود الله. وعود الله النهاردة يا رب، يا ترى كم مرة وعدك بيها ربنا من خلال كلمته وانت ما تمسكتش بالوعد ده، لان الظروف اللي قدامك والواقع اللي انت بتعيشه ضد كلام الانجيل. يا ترى كم مرة ربنا همس في اذنيك النهاردة وكلمك وأعلن ليك، لأن سر الله لخائفيه، لأن النهاردة يعني ده أسراره ومشورته لتعلمنا، فالنهاردة شهاداته، لأن النهاردة مواعيده، لأن النهاردة هو يريد. هل تؤمن النهاردة؟ وإحنا بنتكلم ولسه نخش في الموضوع من آيات كتابية، ولكن أنا عايز النهاردة تكون حلقة عملية جدا. قل له يا رب أنا الكلام اللي أنا بسمعه ده فعلوا فيه، قوله على طول دلوقتي. ليه؟ لانه موعيده صادق. احنا قلنا ان ضمان وعده ذبحته، دمه، بره، الايمان بعمله. فما ينفعش اكون في كل ده واجي اتكلم واقول ايوة الرب شافي، بس يمكن مش انا، يمكن مشيئته اللي في السماء مش على ارضي انا، يمكن هو عايز ان انا اكون بر العهد ده. فأنا النهاردة لو ابن العهد فأنا ابن الوعد، لو ابن العهد الجديد، لو ابن عمل المسيح الكفاري الكامل، فأنا ابن الوعد ووعود الله اللي في الكتاب المقدس. أمين أمين يا بون. هنخش دلوقتي في غلاطية، في غلاطية ونوضح، لأن ده مهم جدا عشان نقدر نتمسك بالوعود. أمين. فأول حاجة أحبائنا عايزين نوضحها، والآية هنحضرها غلاطية 3 من عدد 21 ل 22. عايزين نوضح أن إزاي أنا يعني في البداية خالص إزاي أنا أستقبل مواعيد الله. أنا بستقبل مواعيد الله لا بأعمالي ولا ببري ولا بتقواي، ولكن بحاجة واحدة بس، بإيماني في يسوع المسيح والتحدي الكامل بيه. فالآية في غلاطية الرسول بولس بيتكلم معاهم وبيقول لهم كده، فهل الناموس ضد مواعيد الله؟ حاشا، لأنه لو أعطي ناموس قادر أن يحيي لكان بالحقيقة البر بالناموس، لكن الكتاب أغلق على الكل تحت الخطية ليعطي الموعد من إيمان يسوع المسيح للذين يؤمنون. الآية دي قوية جدا، بيوضح فيها أحبائنا إن في البداية خالص أبونا إبراهيم آمن بمواعيد الله فحسب له برا، يعني كان بار أمام الله، يعني إيمانه برره. لكن بعد كده الناموس ب 450 سنة الناموس جه، فالرسول بولس بيتكلم معاهم بيقول لهم ان الوعد بالايمان، ان انا بستقبل مواعيد الله بالايمان، دي كانت حاجة موجودة قبل الناموس ما يجي. الناموس ده يعني ليه الله زوده؟ علشان يوضح لينا حاجة واحدة بس، فشلنا الرهيب بدون نعمة المسيح. فالناموس ادانا ان احنا نعرف الخطية ونوصل لان احنا مش ممكن، مفيش فينا انسان بالناموس يوصل بانه علاقته بعلاقة ربنا بتكون علاقة حية. فعشان كده بيقول ان الناموس مش قادر ولا يقدر يدينا حياة. طب ما في ناس تقولك انا مش بعيش تحت الناموس، يعني انا مش فاهم ايه الناموس، مش فاهم شو يعني النهاردة. أيوة. في حياتي العملية ايه هو الناموس بتاعي؟ أيوة. ناموس ان انا بحط ربنا طقس. أيوة. او بحط ربنا سيستم او طريقة. بحط طريقة. انا أيوة. بحط ربنا طريقة، فانا باجي اقول لا رب انت مش هينفع تشفيني الا لما اصوم واصلي واروح الكنيسه واعمل حاجات. احنا لا احنا ضد الصلاه ولا ضد الصوم ولا ضد التناول ولا ضد الاعتراف ولا ضد اي حاجه، كل الكلام ده حاجات جميله جدا، لكن ضد ان انت تحط ربنا 1 2 3 4، ولو انت يا رب ما عملتش الطريقه دي يبقى انت كده مش هتحررني، انت مش هتوديني السماء، انت مش هتشفيني. لو انا لسه تحت ناموس انا مش هقدر اخد حياه. فبكل بساطه بيقول لهم يا جماعه المواعيد دي النهارده
بإيماني بيسوع المسيح. عارف يا مينا احنا دلوقتي داخلين على الصلب وعلى الجمعة العظيمة، فكنت بتأمل في القرايات فببص على اني صلب مع المسيح اتنين نصين، فواحد منهم قال له لو انت بجد المسيح انزل من على الصليب وخلينا نعرف انت مين. واحد تاني قال انا هلغي السيستم، يعني انا وصلت المرحلة اني خلاص انا حياتي اوريدي فاشلة، أيوه. انا بموت ميت. فراح قال له مش حرام عليك انك انت بتكلمه كده وانا وانت في الحكم ده عشان احنا نستاهله؟ فراح قال للمسيح اذكرني يا رب. شوف الجمال، يعني عارف يا مين قد ايه الراجل ده اشتغل تحت النعمة، فهم النعمة، لا بتقص ولا جئل، ده انا ملحقتش اتوب، ده انا ملحقتش اتعمد، ده انا ملحقتش اتناول، ده انا ملحقتش اصلي، ده قال لربنا انا بطلب منك حاجة، انا وصلت لاخري، انا كام دقيقة وهسلم الروح، فايه رأيك تذكرني متى جئت في ملكوتك؟ الجمال ان المسيح يرد عليه، يعني ايه المسيح ممكن يقول له انت لسه فاكر؟ ايوه لسه فاكر دلوقتي التوب؟ عمره ما يكلم الانسان كده، لكن جه قال احنا بنكلم بعضنا كده، احنا بنكلم بعضنا كده، بس رب المجد عمره واو بابه مفتوح. ايوه عشان كده احنا بنتمسك بوعوده، عشان كده جه قال له اوعدك ان انت النهارده اليوم تكون. هتكون معايا. طب يا جماعه فين الاعمال؟ ده عمل ايه؟ عمل ايه ده يا مينا؟ على فكره اول واحد يعني اكن الاب السماوي بيقول لي يسوع ده اول واحد تجيبه، مدخل لي مجرم او يعني انت رايح تخلصهم مدخل لي مجرم، ده الشكل ده. طب ده فهمت؟ فهو ده يا جماعه، ده على فكره خبر، يعني لو احنا اخدناه كده بره الموضوع خالص، ده خبر يمكن يعني يدي شوك او يصعب يخد ناس كتير جدا فعلا. مؤمنين ان السماء اول واحد دخلها مجرم، كان مجرم. أيوة. وعشان كده قال لهم عايز اقول لكم حاجه، الزناه هيسبقوكم. أيوة. هتروحوا تشوفوا مين في السماء، صدقوني هتروحوا تلاقوا رحاب الزانيه اول واحد قاعده. فان احنا النهارده عارف يا مينا وهو عايز، عشان عايز يكسر حاجه يعني بالزبط. عايز يكسر فينا حاجه مهمه جدا، انه ليس باعمال لكي لا يفتخر احد، بل بايمان. ايمان ايه؟ ابن الله الذي خلصني ودعاني دعوة مقدسة. لأن فرح السماء النهاردة بيكتمل إيه؟ لما أنا بسلم له الحياة. فالنهاردة مش باجي عن أعمالي زي ما أبون كانت بتقول، مش باجي عشان أنا تحت ناموس، حتى لو ذهني، حتى لو أنا بقول إنسان مؤمن، ولكن ذهني لسه تحت الناموس، لسه قاعد بيقول أصل أنا ما تشافتش عشان كذا وكذا وكذا. الله ما عندوش المشاكل دي اللي احنا بندخله فيها. تخيلوا احنا بندخل ربنا في مشاكل، هو دفع الثمن وخلص الـ 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 القضية كلها، واحنا لسه بنقول اصل يمكن، اصل مش في كل الاوقات، اصل لما انا ادفع ثمن الاول استحق شفاء. النهاردة ربنا عايز يشفيك، النهاردة ربنا عايز يشفيكي، النهاردة ربنا عايز يحررك من كل روح النهاردة رابط على ذهنك ومأثر عليك وجايب لك يمكن انحصار في روحك، انكسار يعني. يمكن ناس كتيرة جدا حتى عندنا في الغرب في بلاد المهجر، ناس كتيرة جدا مكتئبة منحصرة، روح يتم، روح انتحار. ولكن النهاردة الأخبار السارة إن إلهنا يريد تحريرك. هناخد بعض المكالمات. أختنا منيرة من مصر على الفايبر بقالها فترة منتظرة، بنعتذر. أخت منيرة معاكي مينا، تفضلي. ربنا يبارك ويبارك خدمتكم. شكرا ليك. انا كنت اتصلت قبل كده وبشكر ربنا. انا كنت عامله شركه مسامير دي ل 9 شهور. ايوه. بس الوعد ان انا اقوم وامشي، بس ابتديت دلوقتي اشكر ربنا امشي بالمكايه. بس انا بطلب من ربنا برضو يكمل وعده ان انا امشي من غير مشايه، عشان يكمل جرح لسه مفتوح، يكمل العظم زي ما وعدني وانا واثقه في وعده. امين. اختي معلش هتعبكم معايا. انا اذكر ربنا برضو على صلواتكم وتعبكم معايا. لما ليه حضرتكم يا جوزي عادل يغسل كل 3 ايام في الاسبوع، هو لسه بيغسل برضه. انا اطلب من ربنا ان الغسيل يخف علشان هو يعمل له، وبطلب من حضراتكم معلش لم شامل اخوكم بنت كديلة 2.5 سنين بعيد عن جوزها.
قاعدة عندي ديلا زعلت فيها 2 سنين ونص معاها ولد اسمها ميري. معلش الطلب الأخير أيوة حضرتك ربنا يعوضك اتفضلي. معايا ابني طلبة عمل وشريك حياة يكون ابن المسيح. أمين أخت ربنا منير. يبارك في ابن للمسيح. أمين أمين يكون كن خادم للمسيح. أمين. بشكرك من أجل تشجيعك وبشكرك من أجل أن أنت بتستمري في الصلاة وبتصلي من أجل كل أفراد الأسرة. النهاردة بنحطهم أمام عرش النعمة ينالوا رحمة ونعمة والرب يتلامس معهم ويحل المشاكل دي كلها. وهنذكرها بالاسم النهاردة وهنصلي معاكي وإلهنا يتمجد بالشفاء لأن هو الشافي وحده. بشكرك أخت منيرة بتتصل من مصر على الفايبر. معانا أختنا حنان من مصر. ألو أخت. أيوة أخت حنان اتفضلي معاكي مين على الهواء اتفضلي. أهلا بيكو. أهلا بيك يا أختي. لو سمحت أنا محتاجة لبيتي وأولادي. صلاة من أجل الأسرة. ايوه وامتلاء بالروح القدس. امين امين دي محتاجاها. امين اكيد امتلاء الروح. الرب بيسكب من روحه على كل بشر في اسم الرب يسوع يكون في امتلاء. اكيد محتاجه صلاه الروح. امين. هنصلي وبنصلي دايما في كل برنامج كل حلقه ان بندي فرصه لكل انسان انه يسلم حياته المسيح ويمتلئ بقوة وشركة الروح القدس. بشكرك أخت حنان من مصر إن الرب يملأك بفيض سلامه النهاردة وفيض روحه تكوني مثمرة في كل عمل صالح. بشكرك من أجل اتصالك. معنا أختنا راندا من سيدني. ألو. أيوة أخت راندا تفضلي. إزيك حضرتك مينا؟ أيوة معاكي مينا. أنا بس بطلب منك بس منك تصلي لي. ايوه اتفضلي. انا واولادي. ايوه اتفضلي نصلي من اجل حياتي وربنا يفرج عليا من اجل الحياه. امين اخت راندا. ومن اجل انه اخوات جوزي يدوني حقي يردوا لي حقي. امين امين اخت راندا. هنصلي من اجل الاسره ومن اجل الزوج ومن اجل الاولاد. رب يبارككم بكل بركه روحيه. بشكرك اخت راندا بتتصل من سيدني. امين يا ابون. احنا عايزين نرجع تاني. احنا بنتكلم عن عهود ووعود وعود المسيح وعود الكتاب وعود الله وعود حتى روح الله لما بيجي وينبئ لينا كلامه. يعني ايه ينبئ لينا كلامه؟ الناس اول ما تسمع كلمه نبوه تقول لك لا ما فيش انبياء لا ما فيش روح نبوه. ده ازاي؟ ده روح الله هو روح النبوه. ان النهارده بيجي لما بيكلمك حتى لو انت لا تؤمن بالمواهب الروحيه ولكن كلام الله لما يجي يكلمك من خلال كتابه المقدس فهو بينبئ عليك. يعني ايه؟ بيتنبئ عليك. يعني بيقول لك انا احببتك انت لي. بيقول لك انا اليوم ولدتك اسالني اعطيك الامم ميراثا لك. بيقول لك ان انت ابني العزيز المحبوب انا قدستك في الرحم انا اعرفك باسمك انا نسكتك انا. فاذا كان الرب يقول لك انا عملت كذا تيجي انت تقول له لا يا رب اصل انا ما استحقش لا يا رب اصل مش مصدق لا يا رب اصل ظروفي صعبه. لا عايز اقول لك انت تمسك بوعوده لان هو قادر وهو اللي قال وهو اللي ضامن. امين باسم يسوع. لسه المواعيد اللي انت بتقولها مينا ايوه عايز اضيف ليها واحد تاني لانه قال لا اهملك أيوة. ولا اتركك. كلمه لا بتلغي أيوة. انا مش ممكن اسيبك. ربنا حاسس بينا. احنا بنبقى حاسين ان يا رب انت شايف الضيق اللي انا فيه وقاعد تتفرج مرب وكأني ربنا مربع ايده أيوة. وقاعد يتفرج أيوة. لكن النهارده بيقول لك لا انا شاعر بالتعب انا شاعر بالالم انا عارف ان انت تعبت انا عارف ان انت وصلت لاخرك انا مدرك ده كويس جدا. عشان كده النهارده عايزه اتكلم عن
داوود يقول كده في مزمور 43، ايه جميله جدا. عارف يا مينا جمال الملك داوود، دايما لما تيجي تقرا المزامير تقول ايه ده، ده بيمر باللي انا بمر بيه، ده بيحس باللي انا بحس بيه، انسان حقيقي. رغم انه ملك، رغم انه ليه حمايات جامده جدا، لكن حقيقي جدا. ففي المزمور ده بيقول كده: لماذا انت منحنيه يا نفسي، ولماذا تئنين فيا؟ ترجي الله، لاني بعد احمده خلاصي، خلاص وجهي وإلهي. عايزين نوضح هنا أحبائنا لما نتمعن في الكلام ده، هو بيكلم مين؟ أيوه. هو بيكلم نفسه. لكن مش واحد يعني بيكلم نفسه، لأ، احنا شرحنا وقلنا الإنسان روح ونفس وجسد، فروح الإنسان دايما متحدة بربنا. حتى لو أنا بمر بظروف صعبة، اللي بيتعب فيا مش روحي، روحي ما بتتعبش أبدا. اللي بيتعب فيا ده الإنسان المولود، ده للإنسان اللي مولود. ولكن الإنسان اللي بعيد ده روحه ميتة، بالظبط، مش متحدة بالله. ده مش متحدة بالله. الإنسان اللي اتولد ولادة جديدة، الروح القدس بيتحد مع روحه وبيعلني إن هو ابن الله. فالإنسان المولود جديد اللي في علاقة مع الله، التعب بيحصل في نفسيته، بيحصل في ذهنه، بيحصل في مشاعره، وبيحصل في إرادته. فهنا داود، الملك داود، أدرك إن في حاجة غلط في نفسه، فروحه بيكلم نفسه فبيقول له كده: لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ الإنسان لما بيمر بظروف صعبة، اللي نفسه بتنحني، بيبقى حاسس إن أنا ذهني تعبان، نفسيتي تعبان، مشاعري تعبانة، فروحه بيكلم نفسه بيقول في إيه؟ في حاجة غلط. وبالذات داود، لأن داود دايما يقول: يا رب، الرب نوري وخلاصي، من أخاف؟ يعني دايما بيسبح ربنا. لما حس إن نفسه منحنية، أدرك إن في حاجة غلط. وعارف يا مينا، إحنا كنا لسه بنسمع خادم جميل جدا كان بيقول: احنا النهاردة عايشين في عالم كله دوشة. أيوه. كله دوشة، اليوم كله الفيسبوك ما بيقفش، التلفزيون ما بيقفش، الراديو ما بيقفش، لدرجة ان احنا ما بنديش نفسنا وقت نقعد نتكلم مع نفسنا وقت. يعني انا ما بسمعش حاجة الا نفسي. النهاردة احنا عايزين نعمل كده. داود عمل كده، ابتدى يدرك ان ايه ده، في حاجة غلط، انا مش فرحان. طب ليه انا مش فرحان؟ يقول كده: ولماذا تأنين فيا؟ انا نفسيتي النهارده في ناس يمين انا أنين. أيوه. فيها انين، تعب، في وجع، في ألم. نفس في نفس النهارده مرار. مفيش حاجه قادر يقولها غير كلمه اي، كلمه اه، مش ما عنديش كلام تاني، من محدش حاسس بيا، كل واحد مشغول في حياته، بس انا تعبان، انا فيا انين. وبعد كده يدرك السبب، يقول كده: ترجي الله. يعني ايه ترجي الله؟ يعني نفسي، انت رجائك حطيتيه في حته تانية. رجائك لو في المواعيد هتترفعي، لكن بدام رجائك في تقارير الاطباء، او رجائك في كلام الناس، او رجائك في صحابك، او رجائك كل الناس دي، حتى ابي وامي ممكن يتركونني، مش ده الطبيعي، لكن بيحصل. وربنا قال لهم كده، قال لاسرائيل كده، قال لهم اني نسيت الام الرضيع. هل الام بتنسى الرضيع؟ مش بسهوله. يعني الامهات عاده، لكن انا لا انساك، لكن في ممكن يحصل. ايوه. لكن حتى في دي، ايوه، انا لا انساك، على كفايا نقشتك، اسوارك المهدومه امام عيني كل حين. هللويا. فقد ايه الكلام ده؟ رب انت شاعر بيا، انت، انا حالتي المنهدمه امامك ليل ونهار. ايوه. انت يا رب شايف دوت، بتوعدني ان لو الام نسيت الرضيع انت مش ممكن تنساني، انت هتتداخل في ظروفي بطريقه خارقه للطبيعه. نعم. ايوه. فالنهارده داود قال كده: في حاجه غلط في نفسيتي، اه انا عرفت، حطيت رجائي في حد تاني. عشان كده بيكلم نفسي بيقول: يا نفسي رجعي، ترجي الله. رجعي رجائك، حطي رجائك في المكان الصح. عارفين ايه اللي هيحصل؟ اول ما قال كده: لأني بعد أحمده، أول ما رجائي بيرجع لربنا ألاقي نفسي بسبح، ولاقي نفسي بحمد. ليه؟ لأني اللي أنا حطيت فيه رجائي هو إله خلاصي. أيوة، خلاص وجهي وإلهي. وإلهي يعني اللي خلصك النهاردة من فكر عتيق، النهاردة يخلصك من يمكن زحمة الأفكار وانحناء النفس، وإن النهاردة يكون فيه الأنين اللي جواك. ثق ان هو سامع هذا الانين، ثق ان هو النهارده يريد ان يشفيك،
من التعب والآه اللي أنت بتتنهد بيها. هو يعرف كل أفكارك، هو فاحص القلوب والكلى، هو النهاردة الذي يريد، لأنه دفع الثمن. يا جماعة الموضوع أسهل مما تتصور، الموضوع سهل جدا. الجعان والعطشان يسكب مياه سيول، حتى في البرية، حتى في القفر هتلاقي يصنع طريق، حتى لو أمامك جبال ولكن إلهنا يستطيع أن ينقل الجبال. إحنا عايزين نطلع نصلي وقول له يا رب أنا عايز أصلي النهاردة إن كل كلمة في وعودك، كل وعد أنت وعدتني بيه فأنا همسك بيه، لأن أنت صادق وأمين وفيك النعم والأمين. والكتاب يقول كده إن بواسطتنا، بواسطتنا يعني إيه؟ يعني النهاردة إن أنت بتشهد عن عمل الرب إن هو صالح إلى الأبد، إن أنت بتشهد إن هو شافي، إن أنت بتشهد إن هو مخلص، بتشهد إن هو محرر. ده إلهنا، تعالى أسجد لي، تعالى النهاردة صلي له، سلم لي حياتك، قل له يا رب امتلكني بالكلية 100%، لأن أنت الوحيد اللي قادر أن تغيرني وتصنع مني هيكلا مقدسا وتستخدمني عشان أكون مثمر لملكوتك. ابقوا معنا. وبقوة الروح القدس تعلن مجدي مسيح. جمالك يكون بيا يا ربي الحبيب، خلي كياني يمتلي منك وعنك ما أغيب. خلي جمالك يكون بيا يا ربي الحبيب، يعني يمتلي منا وعنك ما أغيب. إيدك بإيدي وارفعني واسبيني بيك، لاسمك أغني أحلى الأغاني بلسم جروحي، انت عنايتي تشفي لي روحي، انت يا ربي بلسم جروحي وانت وحدك أماني، كل ضعف نصرة صارت بين يديك. انت ضماني، وحدك أماني، كل ضعف نصرة صارت بين يديك. ايدك بإيدي وارفعني وارفعني ليك واسبيني ليك لاسمك أغني.
بيكم أحبائنا في كل مكان. رجعنا معكم تاني برنامجكم إشفيني عبر بث مباشر من ساشات سيدني أستراليا. النهاردة بنتكلم عن وعود الله، وعود الله الصادقة والأمينة. النهاردة بنتكلم عن وعود الكتاب، النهاردة بنتكلم عن وعود الشفاء، إن لينا شفاء وتحرير في عمل المسيح الكفاري الفدائي الشامل على عود الصليب. فالنهاردة بنقول إن ما ينفعش أبدا ناخد اختباراتنا أو حتى الواقع اللي احنا عايشين فيه ونحطه أمام كلمة الله ونقول أصل ما بيحصلش، أو أصل مش في كل الأحيان، أو أصل ربنا بيغير كلامه لو جاز التعبير. الله ليس بإنسان عشان يجي ويندم أو يكذب ويقول أصل بص أنا قلت الكلام ده في الواقعة دي. احنا كتير قوي بنعمل كده، احنا لازم نبقى يعني صراحة مع أنفسنا ونقول كتير ممكن إنسان يرجع في كلمته، ولكن الله ما بيرجعش في كلمته أبدا. هو صادق، هو أمين، هو كلمته أزلية وأبدية وإلى الأبد رحمته. عارف يا مينا، كتير قوي يعني إحنا بنقول بنصدق ربنا بس إحنا مش بنصدق من ربنا. يعني إيه؟ يعني كتير جدا أحبائنا مثلا نصلي من أجل شفاء، وإحنا وبنصلي يعني إحنا بدل ما نبقى في حالة توقع، يعني بدل ما نبقى في حالة ان يسوع بيتلامس معايا الان وبيغير حاجات في جسمي وبيشفي جسمي، بدل ما نبقى في الحته دي احنا لسه بنحارب في ذهننا مصدقين ولا مش مصدقين. أيوه. وبنيجي نقول ايه يا رب انا مصدق. طب ما انت لو انت مصدق بتقول ليه ان انت مصدق؟ ما انت لما بتقول ان انت مصدق ده ادراك ان انت مش مصدق. فالفكره كلها ان الحرب اللي في الذهن دي لازم تقف، بس بتقف ازاي؟ ما بتقفش بالعضلات، بتقف لما الكلمة تصير جسد بالاستنارة. بالظبط. يعني أنا ممكن أصلي مع حد وأنا بصلي له يا رب أنا بستقبل قوة دلوقتي، في حاجة في جسدي بتتغير، بباركك. لا، أو ممكن أقول أنا مش عارفة بس أمين الرب صالح. ليه؟ لأني أنا في ذهني أساسا الموضوع ما ثبتش. لكن لما أنا النهاردة ذهني الموضوع بيثبت، وعايزة أقول أني يعني اسهل حد الموضوع بيسهل الاطفال. عشان كده المسيح قال لهم دعوا الاطفال ياتون الي، لاني لما انا بتكلم مع طفل وباجي اقول له حبيبي يسوع بيشفي، خلاص ده وعد وانا مصدق الوعد ده، نبتدي نصلي علشان نستقبل الشفاء. لكن لما او يمينه لما بنصلي لحد مش عايزه اقول للاسف لكن مش من خلفيه مسيحيه، يعني حد لا مؤمن ولا من ديانة تانية، انتوا إلهكم بيشفي أمين أنا يعني صلوا لي، فما فيش أساسا الذهن لا بس أنا كنيستي مش بتقول كده، لا بس أنا ما تعلمتش كده، لا بس أنا ما شفتش كده. وده النهاردة يمكن أول مكان للشفاء. فيمكن في الأسبوع ده أحبائنا عايزة أقول، مش عايزة أقول هومورك بس واجب إحنا عايزين. أيوه. نعمله هو فعلاً واجب. إني أنا بختار ثلاث آيات مثلاً. أيوه. ثلاث آيات بيتكلموا عن الشفاء. وأنا بعمل إيه؟ ببتدي أحطهم في كل مكان أنا فيه في البيت، يعني لو بحطهم قدام عينيا وببتدي إن أنا أقولهم لدرجة إن أنا ببتدي أصدقهم، ولما ببتدي أصدقهم أنا ببتدي أعيشهم. وحتى لو أنا جسدي لسه ما ظهرش فيه القوة اللي أنا مستنيها أو ما استقبلتش الشفاء اللي أنا عايزاه، لكن في حاجة رهيبة بتحصل فيا، ذهني بيصدق
ولما ذهني بيصدق بيتحد مع روحي ضد جسدي. فروحي اللي فيها قوة يسوع المقام من الأموات بتبقى إيد واحدة مع ذهني، فما بيبقاش فيه الصراع. بلاقي إني وأنا مش واخدة بالي جسدي اتشفى لأن ذهني ابتدى يتغير. وإحنا النهاردة بنيجي ونقول له يا رب أنت وعدت فأنا هصدق، أنت وعدت يا رب فأنا أؤمن. عشان كده القديس بطرس الرسول في رسالته الأولى يكلمنا كده في الإصحاح الأول وفي آخر الإصحاح خالص، يقول إن كلام الله، كلمة الله حية، وعود الله أيضا حي، لأن الوعد هو بالكلمة والكلمة هي كلمة الله الحية. فالنهاردة ما بجيش لوعد ميت أو وعد متغير أو وعد غير ثابت. احنا قلنا إن وعد الله بضمان العهد الجديد، بضمان وصية العهد يسوع المسيح نفسه، ولما بنحط اسمه فهو اسم أفضل من أي اسم، فهي ذبيحة أفضل من أي ذبيحة، هو دم بلا خطية، هو دم بيشفع فينا في السماويات. فيقول طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية العديمة الرياء. يقول أحبوا بعضكم بعض من قلب طاهر بشدة. بيقول إيه بقى؟ مولودين ثانية، الإنسان المولود تاني، الإنسان المولود تاني. زمان كنت أسمع حد يقول مولود تاني، يقول مولود تاني يعني إيه؟ أنا مش فاهم الكلام ده. لا من زرع يفنى، بيجي بقى يقارن الإنسان المولود في الإيمان والزرع اللي بيفنى، هو بيقتبس من أشعياء 40 ويقول إيه؟ بل مما لا يفنى. ليه؟ لأن كلمة الله ثابتة، لأن إيه؟ وعوده أيضا ثابتة بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد. كلمة أزلية، وعود أزلية، الرب الشافي ده ما بيتغيرش من زمان للنهاردة، مواعيد الله ما بتتغيرش من زمان إلى النهاردة. لأن بقى ويقتبس من أشعياء 40 يقول كل جسد كعجب وكل مجد إنسان كظهر عجب، العجب ييبس وظهره يسقط أو سقط، وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد، وهذه الكلمة التي بشرتم بها. فالنهاردة كلام الله ثابت إيه؟ إلى الأبد. إن النهاردة المزمور 119 ذكرتيه في آية 89 يقول إيه؟ إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة فين؟ في السماويات. إلى الرب، إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة فين؟ في السماويات، يعني مش مرتكزة على الأرض هنا. قديس بطرس الرسول يقول لأن إيه؟ وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد. أما وعود الرب تثبت إلى الأبد. كلمة الرب مثبتة في السماويات يعني إيه؟ يعني مثبتة من فوق لتحت، مثبتة بتشريع الملك، بتشريع الله إلى أرضنا. فأنا النهاردة لو إنسان بنتمي إلى مملكة الله، جالس في المسيح يسوع فوق كل رئاسة وسلطان وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر ولكن في الآتي أيضا، فأنا النهاردة مش بنتمي إلى هذه الأرض. عشان كده بشرع شريعة السماء، لأنه كما في السماء يكون كذلك على أرضي. وهذه هي الوعود الصادقة والأمينة اللي أنا كمان يمين بخدها بالإيمان. يعني أيوة. يعني مثلا إيه؟ مثل كتابي، مثل الملاك بيكلم زكريا. أيوة. فأنا مثلا بمر بظروف وأنا محتاجة طفل، بصلي وأنا محتاجة طفل، أجي أرك، ودي بنسميها الريمة. يعني أنا بفتح الكتاب المقدس وبقرأ القرايات اليومية، الإعلان وأنا وبفتح عيني ألاقي الآية بتقول إيه؟ فقال له الملاك لا تخف يا زكريا، لأن طلبتك قد سمعت، وامرأتك أليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا، ويكون لك فرح وابتهاج وكثيرون يفرحون بولادته. فأنا عندي احتياج، أنا عندي نفس الاحتياج، وأنا بفتح الكتاب المقدس ولاقي الوعد ده نط من الصفحة. أيوة. ولاقي ان انا اتسمرت قدامه. أيوة. فانا انا بدي مثل يعني براكتيكال عملي. فانا ممكن اقول ايه؟ قريت، حد يسالني قريت عن ايه النهارده، اقول ده انا قريت لما الملاك كلم اليصابات او زكريا. طب وده هيفيدني بايه النهارده؟ لكن ممكن اجي اقول يا رب الوعد ده ليا انا، يا رب النهارده انا زي ما بطرس قال له بص يا رب، انا الليل كله ما اصطدناش حاجه ومفيش سمك اساسا، بس على الكلمه اللي انت قلتها انا هلقي الشبكه. فبطرس عمل ايه؟ مسك الكلمه وراح بيها، مسك الكلمه. فنفس الحكايه، انا
بمسك الوعد وبصدق الوعد، بكتب الوعد، وباجي اقول يا رب انا خدت النهارده منك وعد، يا رب الكلمه دي النهارده ما اتقالتش بس لزكريا، لكن النهارده يا رب في اليوم الفلاني في الساعه الفلانيه انا بفتح الكتاب المقدس وانا زي داوود تعبان ونفسي مكسوره ونفسي تقن فيا، لكن فتحت الكتاب المقدس ولقيتك بتقول لي يا زكريا ما تخافش، انت هيبقى عندك ابن وهيفرح بك يا رب، الوعد ده ليا انا، واروح معلمه على الوعد وحط اليوم التاريخ ده. لكن الجميل بقى ان انا مش تاني يوم اروح اعمل تحليل الاقي مثلا ما فيش انجاب، اقول خلاص هي دي اراده الله. ايوه لاجي اقول لا انا خدت وعد، وعد انا واخد، انا ماسك الكلمه دي، رب انا مصدق الكلمه دي فوق التقرير، فوق الظروف، فوق الحاله النفسيه، فوق الحاله الجسديه، فوق اللي بيتقال لي، فوق سني، فوق انا الواقع، فوق الواقع. أيوه. انا ماشي بالوعد ده. كلمة يمينة لا تخف اتقالت في الكتاب المقدس 365 مرة، ودي ناس كتيرة بيقولوا خدها ل 365 يوم، اصحى كل يوم الصبح وقبل ما تحط ايدك رجلك على الارض قول لا تخف لانك معايا، انا لا اخاف، انا لا اخاف لانك معايا، مش اصحى اقول له يا رب انا بطلب ان انت النهارده ما تسيبنيش، ازاي اسيبك ما انا لسه قايل لك لن اتركك، هو مين كان حارسك وانت نايم؟ بالظبط. فالنهارده احب انا عايز اقول ان بالامانه الكلام ده حتى لينا احنا مش سهل، يعني مش مثلا، لكن ده تحدي لينا احنا النهارده ان احنا نعيش بالوعد ونتمسك بالوعد. لان عارف مين؟ بطرس يوم الخمسين جه قال لهم ايه لما جه وعد؟ قال لهم الوعد ده ليكم، ليكم ولاولادكم، اولاد اولادكم، مع ان الوعد اللي كان بيقول عليه كان بيتكلم على يوئيل. يوئيل ده من كام سنه وكان بيتكلم، لكن وكان بيتكلم للشعب ونبوه عن اسرائيل، لكن بطرس عمل ايه؟ خد الوعد ده ان في اخر الايام انا بسكم. عشان كده في ناس اتصلوا النهارده قالوا عايزين تلاقي الروح. امين. النهارده ربنا بيشجع ان الوعد ده مش بس ليوئيل النبي ولا لبطرس، الوعد ده ليكي، الوعد ده لاولادك. هو بطرس قال اولادكم واولاد اولادكم ناس لملوكي. امين. امه مقدسه، شعب اقتناء، احنا مش عشب بيزبل، ولكن احنا النهارده بنتمسك بكلمه الحياه، مولودين ثانية بكلمة الحق، إن النهاردة كل إنسان مولود في المسيح يسوع ليه المواعيد دي ويقدر، والمتاح ليك النهاردة، حتى لو أنت لا تنتمي لأسرة مسيحية، حتى لو أنت النهاردة بتقول له يا رب أنا ملياش خالص في الكلام اللي أنا بسمعه ده، أنا إنسان عادي، عندي عملي، عندي وظيفتي، عندي أسرتي، أنا ما عنديش الكلام اللي هما بيقولوه ده، ولكن أنا عايز أقولك هو ده اللي ربنا بيدور عليه، الإنسان الصريح، واللي هو بيجي ربنا ويقول له يا رب أنا ما عنديش حاجة تاني أقدمها لك، ولكن يجي يقولك أيوة لأني هسكب من روحي فيك وأملأك، فيكون لك رجاء ولا يكون لك موت، ولكن يكون لك حياة، لأن أنا رب الحياة، لأن أنا اللي معايا مفاتيح الهوية والموت، وأنا اللي غلبت. هناخد مكالمة أخيرة قبل ما نصلي لكل أحبائنا. معانا مكالمة من رونا من مصر. ألو. أيوة أخ مينا، أهلا بيكي. كنت بتصل علشان أشكر ربنا وأشكر البرنامج، لأنه رب استجاب للصلاة، وكنت بصلي لحد معين عشان رجله كانت مجبسة، وبعد ما فك الجبس ازرقت، فنشكر ربنا انه الدكاترة طمنونا. ايوة. انا بصلي انه هو وخطيبته يقربوا من الرب ويعرفوه معرفة حقيقية ويختبروه في حياتهم. امين امين اخت رونا، احنا بنصلي فعلا من اجل حبيب الرب اللي الرب لمسه وشفاه، ان ده يكون يعني البذرة البسيطة اللي بتنمو بالإيمان، ان هو وخطيبته يكونوا فعلا بيت مقدس وفيها ذبائح مقدسة روحية بتقدم، ويكونوا شهادة حية لمجد المسيح. بشكرك من اجل انك اتصلتي وشجعتي ناس كتيرة جدا بتسمع الاختبار. بشكرك اخت رونا بتكلم من مصر على الفايبر. أمين يا أبونا. احنا عايزين نصلي من أجل كل أحبائنا، كل إنسان متألم النهاردة، كل إنسان فقد الرجاء، كل إنسان النهاردة فقد الوعد والوعود اللي اتقالت عليه، النهاردة ثق
ربنا هيفكرك وانت بتسمع الصلاة بوعود اتقالت عليك، بوعود الرب نفسه تكلم بها عليك وعلى أولادك وعلى أسرتك وعلى زوجتك وعلى كل ما تمتد إليه يديك. فالنهاردة بالبركة تبارك، بملء الروح تمتلئ، إن النهاردة لينا حياة أبدية ولينا شفاء جسدي ونفسي وروحي أيضا. تفضل يا بابا. أمين باسم يسوع. يا رب شكرا، أنا بشكرك من أجل المواعيد اللي اتكتبت لينا في الكتاب المقدس، مواعيد حقيقية يا رب. إحنا مش بنلاكم الهوى، لكن لينا إله حي، إله قائم من الأموات، إله بيئن معانا وبيسمع صلاتنا وبيداخل في كل ظروف حياتنا. يا رب أنا بشكرك لأني مهما كانت مواعيد الله فهو فيه النعم وفيه الأمين. يا رب إحنا جايين النهاردة الإله بيقول أمين ونعم، لأني النهاردة لما بينظر إلينا بيشوف يسوع جوانا. فأنا بشكرك من أجل ابنك الغالي وسبيحة ابنك الغالي يسوع. يا رب بصلي النهاردة أولا وقبل كل شيء، احنا رب داخلين على عيد القيامة، رب بصلي لكل واحد وكل واحدة لسه ما دقش جمال يسوع، لسه النهاردة ما جاش وقال لك انا عايز انا وانت نبقى واحد، انا عايزك تملاني. لو ده انت النهاردة اخويا المبارك اختي المباركة، صلي الصلاة دي معايا. قولوا يا رب النهاردة انا ما بشوفش البرنامج ده بالصدفة. قولوا يا رب النهاردة انا جاية قدامك وبقول لك قد ايه انا محتاجة ليك، قد ايه النهاردة انا بشكرك من اجل ذبيحك ابنك الغالي من اجلي انا. انا بشكرك النهاردة من اجل عمل الصليب. أيوة. قوله النهاردة سامحني يا رب، سامحني على كل الايام اللي عشتها بعيد عنك، سامحني يا رب. انا جاي النهاردة وبقولك استلمني زي ما انا بتعب يا رب، بانيني بخطيتي، تعالى النهاردة يا رب استلمني وامسك ايدي النهاردة، تعالى انت شيلني النهاردة باسم يسوع المسيح. قل له انا بسلم حياتي ليك بالكامل وبقول لك تعالى وملاني من الروح القدس واستخدمني وارفع راسي النهاردة لاني انا بحاجة شديدة اليك. لو ده انت النهاردة اخويا الغالي اختي الغالية، بصلي من اجلك، بحط النهاردة رب قدامك كل طلبات الصلاة. باجي النهاردة بقول لك أنا بشكرك، شكرك لأنك أبويا الغالي شقيت الحجاب وديتنا يا رب إن إحنا ندخل إلى قدس الأقداس بجرأة أمام الآب بسبب دم يسوع. بنيجي النهاردة وبحط أختي على بتقول مصابة بسرطان الرحم، بحطها قدامك أختي الغالية باسم يسوع المسيح، ننتهر من جسدك السرطان باسم الرب يسوع. أخويا حنة مقعد زائد عنده سرطان البروستاتا، رب بحطه ابنك قدامك باسم يسوع، يشفيك يسوع المسيح. أخويا الغالي قوة شفاء المسيح الآن يتلامس معاك، يتلامس مع جسدك المقعد، يتلامس مع السرطان اللي عندك باسم الرب يسوع. قوة شفاء الآن. آمين. أفو بحطه قدامك يا رب، يرسل له زوجة من إيدك يا رب، بيصلي من أجل زوجة، بحطه قدامك وبشكرك يا سيدي الرب لأني في مواعيد في الكتاب المقدس بتقول إني ليس جيد إن الرجل يكون لوحده. يا رب بتوعد بزوجة، بتوعد يا رب بشريكة الحياة، بحطه قدامك النهاردة وبصلي باسم الرب يسوع إنك أنت يا رب تديله ثقل قلبه. ماجد بيقول عندي ألم صعبة بظهري، دوخة، يا رب بحطه قدامك النهاردة في اسم يسوع المسيح. شفاء كامل الآن باسم يسوع المسيح، شفاء كامل الآن يا رب بنحطه النهاردة أمامك وبنقول لك تعالى لمسات الروح القدس الآن باسم الرب يسوع. شكرا ليك. أختي حنان بتصلي لامتلاء الروح القدس، كل الناس مد إيدك يلمس أولادها في سن المراهقة. يا رب بنحط أولادها قدامك وبنعلن يا سيدي الرب باسم يسوع أن أولادها دولت ملك ليك أنت. شكرا. بصلي يا سيدي الرب لامتلاء الروح القدس قد إيه يا رب أنت عايز تملاها أكتر ما هي عايزة تمتلئ. يا رب بصلي
صلي انك تعلمها باسم يسوع ازاي تستقبل، تفتح ايديها يا رب وتسكب من روحك، تشعر يا رب بقوه حضور غير عاديه في الصلاه، تفتح يا رب فاها لانك انت قلت افرغ فيك في املام. بحط يا رب اختي منيره امامك الام في رجليها بسبب ان هي وقعت باسم يسوع. اختي الغالية بنتهر كل الم من جسدك الان، ترميم لكل عضلة فيك باسم يسوع. أمين. عادل اخوي عادل بيقول بيغسل كلى، يا رب انا بطلب امامك النهاردة كلى جديدة باسم الرب يسوع. يا رب احنا بنؤمن باله المعجزات، بنؤمن ان الهنا يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه امر. يا رب احنا بنصلي، بصلي يا سيد الرب كلية جديدة في اسم يسوع. اختي ماري بتقول مشاكل زوجية، بننتهر من على بيتك كل مشاكل زوجية، كل روح انقسام، كل روح كراهية، كل روح عدم غفران، بنكسر الارواح ديت. بنصلي السلام الله الكامل وفرح الله الكامل يملى بيتك الان باسم الرب يسوع. انجي اختيار شريك الحياة، رب حط انجي قدامك وبقول لك باسم الرب يسوع انت يا رب اللي جبت رفقة يا رب لإسحاق ورتبت يا رب الموضوع كله. ابويا النهاردة زي ما انت عملت تعمل مرة تاني، بحطها قدامك يا رب النهاردة وبقول لك تعالى باسم يسوع. روزيتا بحطها يا رب قدامك، مضاعفات بعد العملية، بعد إزالة ورم السرطان. واخويا مشيل سرطان في المخ، يا رب بنتهر المرض دوت من عليهم الان باسم وسلطان اسم الرب يسوع، بحطهم الان يا رب. بحط اخويا ماثيو قدامك وفارس يا رب وريتا بحطهم قدامك. أمين. وحنان ادور يا رب حاله متاخره جدا بحطه قدامك في اسم يسوع. انا يا رب بشكرك شفاء لاولادك باسم الرب يسوع. امين. امين يا فون، شكرك من اجل الصلاه. بشكركم احبائنا في كل مكان النهارده ومواعيده صادقه امينه. تمسك النهارده قول له لن اتركك لان انا عارف ان انت وعدت وانت اللي هتشفي وانت اللي هتمد ايدك. بشكركم احبائنا في كل مكان، الرب معكم. لنغني حمدا لله الذي يقودنا في موكبه نصرته في المسيح. لنغني حمدا لله الذي يقودنا في موكبه نصرته في المسيح، ويظهر بنا ما يعرف به ويمجد ابنه يسوع المسيح، وبقوة الروح القدس يعلن مجد المسيح، وبقوة الروح القدس يعلن مجد المسيح.